تقول أيضا: ما الحكم في تناول طعام مستخرج من عظام الخنزير أو لحمه أو شحمه؟ إذا تأكد أن هذا الطعام مستخرج من الخنزير أو فيه شيء من أجزاء الخنزير فإنه يحرم. إذا تأكد هذا لقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، وهذا مجمع عليه بين الأمة، تحريم الخنزير في الكتاب والسنة والإجماع. الطعام الذي فيه شيء من أجزاء الخنزير أو من دهن الخنزير يحرم إذا تأكد وثبت ذلك. نعم.